يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. ضيفتنا في هذه الفقره صاحبه مبادره رياضيه لطيفه جدا الحقيقه، ولاقت استحسان ومشاركه كتير جدا من الفتيات والسيدات. هي قعدت فتره تفكر في كيفيه استغلال اوقات الفراغ الموجوده عند الكثير من السيدات، وتحديدا في ان هم يمارسوا رياضه الكل محتاج لها وهي رياضه المشي، لغايه لما قررت ان هي تنشئ اول جروب مشي مخصص للسيدات باسم ران ويد اسو في منطقه الشيخ زايد. هي قالت ران ويد اسو، فالحقيقه 5000 سيده راحوا يرنوا مع اسو، وعايزين نعرف التفاصيل بقى من خلال وجود حضرتك معانا. صباح الخير. الاستاذه وضيفتنا العزيزه الاستاذه ايناس أهلا سعد، صباح الفل. اهلا بيك، صباح النشاط، صباح الحيويه، صباح الجمال، يعني مرحبين بحضرتك وسعداء انك معانا في 10 الصبح في الاهلي، وانا سعيده كمان انا وكريم ان في مبادره زي كده. يمكن كانوا 5000، حضرتك بلغتيني انه بقوا 6000. بقوا 6000، ربنا يزيد ويبارك. فشوف بقى كم يعني الاعداد عماله تتزايد. بس هو يعني بصي، احنا ابتدينا تقريبا جروب من حوالي 4 سنين أو 4 سنين ونص. كانت الفكره انا بحب المشي قوي وبسافر برا مصر كتير، وبشوف الناس عادي بتمشي في الشارع ما عندهاش مشكله، يعني لازم كل يوم الصبح يمشوا على البلاج، يمشوا مع كلابهم، بس المشي ده حاجه اساسيه للاجانب حتى في البلاد العربيه. بس في مصر شويه لازم جيم او لازم التراك في النادي، يعني فكره ان هم يمشوا في الشارع ما كانتش يعني مستصاغه قوي يعني. فلما جيت الشيخ زايد الشوارع جميله وهاديه ولطيفه والناس تنزل تمشي عادي، فابتديت تنزل مع اصحابي، وانت عارف الشيخ زايد مليانه اعلاميات، يعني مش هتنزلي معايا بقى على فكره، خلي بالك. والله لسه بنتفق قبل الهوا طليعه المشاركات الجايه، انا اضمن لحضرتك ان هي هتشارك اكيد. انا فعلا بزهق من التريدميل جدا في الجيم، دي نقطه يعني حقيقيه، ان اولا لما بتروح الجيم لوحدك بتزهق، ثاني حاجه التريدميل ممله لان انت بتلعب من 15 لنص ساعه 30 دقيقه يعني. فلكن لما اجي اتمشى في وكمان الفيو جنبك حلو والناس كمان معاك، اعتقد دي تبقى بتشجع. ممكن انا عايزه اقول لك ان احنا بنمشي 5 كيلو في اليوم، يعني حوالي ساعه. انا لوحدي، انا شخصيا لوحدي مش بعرف امشيهم، ببقى متضايقه يعني بعد شويه، حتى لو حطيت هيدفون او حاجه بعد شويه ببقى متضايقه. مع الستات بقى كله بيتكلم وهيعملوا ايه وهيطبخوا ايه النهارده ايه، فبتلاقي الساعه دي 6000 ست. هو مش كل، احنا عايزين تصريح عني، يعني كل اثنين يحطوا راسهم مع بعض ويفتحوا حوار اليوم خلص، حوار اليوم بيخلص يعني. فاحنا ابتدينا الاول كنا 4 5 من اصحابي، وابتدينا طب نعمل جروب على الواتساب، وبعدين ابتديت بعد كده جروب الواتساب نعمل جروب على الفيسبوك، ابتديت اطلع لايف. انت عارف تاثير الميديا على الناس، فالناس كانت مستنيه حد يولع الشراره كده يقول لهم يلا انزلوا امشوا في الشارع يعني. فلقيت العدد الحمد لله سبحان الله عمال يزيد، ونزل معايا اعلاميات كتير من الشيخ زايد، عملوا كمان بابليستي للجروب، فالحمد لله الدنيا زادت شويه شويه. عملت لهم يونيفورم علشان ما حدش يعكسهم في الشارع، بيبقوا ماشيين كده لابسين يونيفورم رسمي، وعملنا لجنه واخترنا اللون بتاع اليونيفورم، وجت ديزاينر كبيره عملت لهم اللوجو، عملت لوجو كمان مكتوب عليه ران ويز ايسو، واللوجو ده بقى محطوط على اليونيفورم بتاعنا، فبقينا معروف في الشيخ زايد احنا الوردات الارجوانيات اللي بنمشي كل يوم لابسين بيربل للصبح. لا بس حلو جدا اللون، وحلو جدا الفكره ان هي كمان جت مع الحظر، لان في الحظر موضوع المشي ده انتشر جدا، يعني كنت تروحي في الزمالك، تروحي في اي منطقه في القاهرة هتلاقي الناس كلها بتتمشى. فدي يمكن نفس فكرة هنا المبادرة اللي حضرتك عاملاها، ان انتوا نزلوا تمشوا في الشارع، الناس كانت فعلا بتنزل علشان فكرة ان النوادي والجيم كان مقفول. انا الكورونا خدمتني جامد جدا، ما هي دي. خدمتني قوي، لان في الاول كان في ناس كتير از برستيج وايز تقولك انا ما امشيش في الشارع، انا اروح الجيم او اروح التراك، فكان شوية عندها تحفظات. مع الكورونا الناس ما كانش عندها اي يعني اي سبيل ان هي تنزل تعمل رياضه غير ان هم ينزلوا يمشوا في الشارع. فالشيخ زايد بالليل كانت عامله زي الساحل الشمالي، يعني ناقصين يمشوا في بيتش باجي في الشارع يعني. فالناس كلها نزلت، ستات ورجاله واطفال بعجل. فده بصراحه بس بتظبطوا مواعيدكم ازاي مع بعض؟ احنا بنتكلم على 6000 شخص. بص هقول حضرتك، هو مش 6000 طبعا بينزلوا، يعني احنا بنتكلم في ماكسيمم المره ممكن ينزل فيها 60 أو 50، بس بيبقى العدد كبير. فاحنا الاول اجمالي عدد المشاركين في المبادره بشكل عام، مش اللي بينزلوا يوميا، ده المشتركين على البيج على الفيسبوك. يعني دول المشتركين اللي هم انترستد في الموضوع، بس بيبقى بيتقسموا، يعني مش لازم كلهم بينزلوا مره واحده. احنا عاده بتبقى كنت الاول مواعيد صباحيه، ومع اصرار الناس اللي بتشتغل بقى ان هي عايزه مواعيد مسائيه، فبقينا بننزل 8 الصبح، دي اللي هو خلاص حد هيروح يوصل ولاده المدرسه، ف8 بيكون مناسب، و8 بالليل. وعامله يومين اوف الاسبوع اللي عايزين ينزلوا بالبيتس بتاعهم، بالكلاب بتاعتهم، يعني في يومين للانيمال. ده كلام بقى عظيم الصراحه، يعني سبتوش حاجه بقى. طب فين في الشيخ زايد؟ يعني عند مثلا جنب منطقه اللي هي المولز اللي موجوده ولا؟ بصي احنا في سنتر الشيخ زايد، احنا في الحي السابع في سنتر الشيخ زايد جنب بيت رئيس الوزراء.
عارفه فين. خلاص انا عارفه خلاص قدام السوبر ماركت الشهير. قدام السوبر ماركت عرفت المكان. ايوه جنب بيت رئيس الوزراء بالظبط. يعني احنا في حمى الدوله يعني. طب بس يعني مبادره جميله جدا ومفيده وماشيه كمان، يعني هي مواكبه جدا لتوجهات الدوله بشكل عام، طبعا متمثله في البدايه اكيد في السيد رئيس الجمهوريه، فكره ان الشعب المصري لازم يمارس الرياضه بالظبط، ايا كانت المعوقات ايا كانت العراقيل، بس الشعب المصري لازم يمارس الرياضه بالظبط. فحاجه جميله جدا خصوصا يعني. الست المصريه، يعني الست المصريه غلبانه جدا، يعني مطحونه بين الشغل وبين الولاد وبين الزوج. فلازم، انا دايما بقول هي لازم ليها وقت برايفت بتاعها هي بس، صح. تمارس الرياضه، تاخد فيه طاقه ايجابيه، تتعرف على ناس جداد. يعني احنا بس مش يعني هتعرفت على ناس كتير قوي تقريبا في الشيخ زايد كلهم بقوا اهلي في فتره صغيره قوي. يعني المشي ده بتبقى بتكوني صداقات جديده مع ناس كلهم صراحه ناس زي الفل. حلوة جدا النقطة دي. وعايزة بقى أروح معاكي برضو لفكرة تغيير الثقافة، يعني زي ما كريم بيقول توجه الدولة، يمكن احنا كل يوم في البرنامج بنتكلم عن مبادرات مختلفة علشان فكرة هنا ان انت تطبق توجه الدولة في فكرة تحفيز الرياضة لكل الأعمار والكل يعني الفئات، ولكن هنا بقى فكرة برضو الثقافة، التغيير الثقافة في ان المجتمع يقبل ده. يعني عارفة زمان لما كنا نلاقي مثلا واحدة ماشية بعجلة، مش زمان قوي يعني كام سنة بالزبط. كان الناس كلها ايه ده، عارفة كأن حاجة غريبة كائن فضاء مثلا ماشي. دلوقتي بالزبط. احنا كنا بنركب في وقت الحظر العجل عادي جدا، مش اي حد يعني حتى بيبص بالزبط. فدي برضو حلوة جدا النقلة النوعية دي او الفكرية دي. لا يعني ساعدت. تفكير الناس حتى ايفن الاعضاء معايا اللي كانوا بينزلوا في الاول، العضوات اللي كانوا بينزلوا، طب احنا ليه نلبس يونيفورم، احنا شكلنا زي كنا رايحين مدرسة، هي ليه بتخلينا نلبس تي شيرت يعني لا، الموضوع اختلف مع الوقت. هم حبوا ان هم ينزلوا يبقوا لابسين يونيفورم، وعرفوا ان التجمع ده وهم لابسين يونيفورم موحد ليهم، ده احسن، محدش بيضايقهم في الشارع. وعايزه اقول لك الناس في الشارع قد ايه متعاونين وجمال، يعني احنا ماشيين الصبح بيقعدوا يعملوا لنا كلاكس وجوه هاد ايسو يلا احنا هننزل معاكم، وبعدين بلاقي مسجات مبعوتي لي على الصفحه، احنا بنبقى مبسوطين قوي لولا احنا مستعجلين على الشغل عايزين ننزل نمشي معاكي، برافو عليكي. فلا لا، التفكير بتاع الناس اختلف. انا بخلص هوا الساعه 12 بتعملوا حاجه بعد كده؟ بالليل الساعه 8 فقره 8 مساء معانا في حفل ال 8 حضرتك هتبقى معانا، لان احنا عملنا جروب ده يوم المنى يا فندم لما نمشي في وسط 6000 سيده، حاجه جميله جدا اهو كده الواحد يتشجع للمنى ده اسمه الحافز بقى يا فندم اللي بنتكلم عليه بالظبط كده. بالمناسبه ما قابلتيش حد احتاج حافز؟ يعني ناس بالعقليه بقى اللي نهاوند دايما بتنادي بتغييرها، فكره ان لا وانا لسه هنزل والشارع ومش عارف وامشي وما امشيش، يعني هل كلهم كانوا سهلين في الاقناع؟ لا طبعا معظمهم ما كانوش سهلين في الاقناع يعني، بس يعني معظم الناس بتيجي زي ما حضرتك. تحفظاتهم على ايه؟ مخاوفهم تحفظاتهم اولا المشي في الشارع ده ممكن مش بيبقى اكسبتبل، مش مقبول يعني، او لو نزلت صور طب الناس هيشوفوه ماشيين في الشارع ده احنا فابتدوا دلوقتي يقتنعوا ان الصور دي ليها تاثير على الميديا واللايف ده كان ليه تاثير، اللي هو الحمد لله وصلنا ان دلوقتي الناس بتتكلم عليه ده ايفن بره مصر، ابتدوا يعرفوا دي صوره كويسه مشرفه للست المصريه طبعاً. ان في حد جداً. عمل مبادره وحد نازل مع الستات بيمشي وبيعملوا تفصيله بتهيالي هتنال استحسانك انت بصفه خاصه. ايه بقى؟ بس عايز اتاكد من مدى صحه الحكايه دي، انتوا فعلا اول ما سيده ما بتقرر ان هي هتشارك معاكم بتوزنوها في الاول وبعد فتره بتوزنوها تاني وبتحتفلوا باللي بتخس؟ كله بيتوزن معايا يعني احنا اول كل الشهر انا بجيب ميزان وبحط في الشارع جنب السوبر ماركت المشهور في الشارع كده وبيقفوا صح عشان بيشتري يتفرج عشان وكله بيتوزن، وعندي انا عامله لهم داتا بيز في اكسل شيت على الكمبيوتر كله متسجل البيانات بتاعه من اول ما ابتدى لغايه دلوقتي، فانا معايا سداداتهم يعني طبعا بالصور قديم وجديد. فلا ما شاء الله كلهم فرقوا جدا في الشيب وفي المينتاليتي وفي التفكير وفي الصحه النفسيه في كل حاجه. وبعدين بلس ان العدد كمان لما لقيت العدد معايا زاد، فاحنا دخلنا ابتدينا ناخد شق خيري شويه فبقى لينا كل شهر كده يا نروح مبادره دار ايتام او دار مسنات او نعمل اطعام لعمال النظافه في الشارع، وهم بصراحه كلهم بيتشجعوا قوي ان هم بيبقوا عايزين يشاركوا. طب امتى بقى هنخرج بره الشيخ زايد ونخش بقى على المهندسين والزمالك؟ بلاش مصر الجديده والتجمع عشان بعيده. انا بتوع التجمع غيورين قوي، انا هناك بروح يعني مره في السنه الصراحه.
يعني ازاي هننتشر في مناطقها يعني؟ بصي انا هقول لك حاجه، الفكره عامه ابتدت تنتشر كتير جدا، واكتر من حد بعت لي ان هو انت ازاي عملتي جروب، احنا عايزين نعمل. انا بالنسبه لي صعب اعمل برانش تاني للجروب في حته بعيده، والنزول يومي يعني بتبقى صعبه شويه، بس ساعات ناس كتير قوي بتدي اعملي جروب واتساب، دخلي اصحابك، ابتدي اعملي لايف كل يوم. فجوه الشيخ زايد اتعملت جروبات في مناطق تانيه جوه الشيخ زايد ابعد من الحي السابع شويه، اتعمل واحد في التجمع كوبي بيست يعني، وانا فرحانه بيهم جدا. فانا اوكي ممكن اساعد اي حد عايز يجو اهد يعني. حلو جدا. جميل. طيب هل بتفكروا ان انتوا في الفتره الجايه بعد طبعا النجاح المدوي لهذا الجروب ان انتوا تصعدوا الموضوع شويه؟ أتمنى. بمعنى ان انتوا ما تكتفوش فقط بالمشي ويبقى في ممارسات رياضيه او انشطه رياضيه أنا مختلفه. اتمنى بصراحه يعني، انا طموحاتي الفتره الجايه ان احنا يكون في جهه رياضيه مسؤوله عن الجروب بتدعمه، ويكون في سبونسرز، الموضوع يبقى اكبر من كده شويه، في مشاركات رسميه باسم الجروب. يعني انا اشتركت مره تقريبا، انا كل الموضوع فروم ايتو زد بمجهودات شخصيه، بس في مره تقريبا هي الوحيده اللي اشتركت فيها في مبادره رسميه كانت افتتاح معرض الكتاب في الشيخ زايد، كنا احنا ومع جروب تاني اسمه زايد رانرز، بس احنا اللي كسبنا الحمد لله. فطبعا اتمنى ان يكون في مشاركات رسميه وحد داعم للجروب يخلينا نبقى احنا مشاركين في اي ايفنتات رسميه خاصه بالدوله. اعتقد المجلس القومي للمراه او وزاره الشباب والرياضه لو حد بيتفرج ممكن يعني تعجبه جدا الفكره، ويحصل هنا زي مش بروتوكول يعني او في تعاون يعني لحد ما، لان دي مبادره كويسه جدا كمان بصراحه. احنا محتاجين حاجه زي كده الجروب يكبر بيها اكتر ونشارك رسميا يعني. الحمد لله احنا وصلنا للاعلام والميديا دلوقتي بعد 4 سنين، دي حاجه كويسه، بس كلها مجهودات شخصيه. بصي البرنامج ده انا دايما بقول وشه حلو على الناس طبعا، فان شاء الله من البدايه هتبقى هنا وقمر اصلا، لازم يبقى وشه حلو على الناس كلها طبعا. وخصوصا كمان حضرتك عامله قماشه حلوه وممكن جدا يعني تشتغلوا عليها اكتر من كده يعني، حتى لو ركزنا بس في تفصيله المشي ممكن في يوم من الايام تلاقي نفسك عامله مثلا ماراثون بالتزامن مع ناس تانيين في محافظات تانيه، بتمشوا كلكم مع بعض في نفس الوقت يعني، الموضوع ممكن ياخد بعد وشكل اكبر كمان مما هو طبعا عليك. احنا في كذا مبادرات بتتعمل عندنا في الشيخ زايد، بس بشكل اوفيشالي لازم حد بيدعم يعني، لازم جهه رسميه تدعم علشان نشارك بشكل اوفيشالي. انما بالنسبه لليونيفورم مؤخرا عملت لهم كبات، برضو كبات عليها اللوجو، كل دي مجهودات شخصيه والله. لا بس انا اعتقد لو حد من وزاره الشباب والرياضه بيتفرج هيكون متحمس جدا، لان فاكر يا كريم كان معانا المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، وانا وكريم عرضنا عليه الفكره دي ان هم يعملوا زي مبادره خاصه بالنساء المصريات هنا، لان بما فيهم طبعا الام والجده والبنت وغيره، لان الام هي اصل كل شيء. لو انا عايزه أشجع وانشر الرياضة أو هذه الثقافة في أي بيت لازم أبدأ بعماد هذه الأسرة أنا بشوفها اللي هي الأم. لو الأم ثقافتها وكانت حافز كويس لأسرتها الموضوع هيبقى أسهل بكتير. مظبوط. وأنا كمان بينزل معايا كل الأعمار يعني، بينزل معايا سيدات كبار وبينزل معايا شباب صغيرين، بينزل معايا أطفال، وأنا ببقى أكيد إن خلال المشي أمشي مع كله يعني، أرجع لورا شوية مع يعني لما في ست كبيرة تقولي بس أنا مش هقدر أمشي ساعة، أقولها طب بصي حضرتك انزلي ابتدي معايا ب10 دقايق وبكرة هنزودها ربع ساعة وأنا همشي معاكي وأرجعك لعربيتك. فده بيبقى حافز من اللي حضرتك كنت بتكلمني عليه، ان هي حافز ان هي مش تنزل تمشي لوحدها وفي حد سبورتد ليها، وهتمشي كل شويه تزود حته لغايه لما في الاخر بيكملوا معايا الساعه كلها. وحافز وطمانه في نفس الوقت. اكبر حافز بقى هم بالنسبه لهم الحفله الشهريه يعني، هم بعد الميزان ده برجع عاوز ان الشهر اللي بعديه اشوفي مين اكتر، وبعمل لهم حفله بتطرقع في الشيخ زايد كلها، بجيب فيها حد يغني وجيتاريست ونجيب لها هديه قيمه، فكل الستات بتبقى عايزه نجمه حفله الشهر. دي مبادره لذيذه جدا. فبرضه بيبقى في جزء فور فان كده يعني. احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق، حضرتك عامله حاجه محترمه جدا، حاجه جميله، وان شاء الله الموضوع يتصعد اكتر مما هو عليه كمان الفتره الجايه. نورتيني يا استاذه ايناس، وهنظبط مع بعض بعد الهوا عشان اكيد نتقابل ان شاء الله بالليل. اكيد تنوريني. شكرا يا كريم، نشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، وقبل ما نختم بس كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا النهارده مع مقاولون العرب، احنا عندنا كل الثقه في فريقنا وعندنا ان شاء الله كل الثقه كمان في موسيماني في الماتشات اللي جايه والبطوله الافريقيه باذن الله يعني، يشرفنا ويشرفنا اكيد كمان فريقنا. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.